كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. تبين أن السيد محمود أبو علي تغيب عن الجلسة، رغم السيد هذا هو مهم للعلمين كامل، ماشي هو مشروع ديال جمعة وحدة، هو مشروع ديال الإفريق كله، وكنتمناو التوفيق للجميع، وغادي الآن نقدموا لائحة ديال الأعضاء اللي وضعوا الترشيحات ديالهم. قدموها السيد رئيس الجلسة. اليوم كيف ما عرفتوا بلي ان كان انتخاب رئيس ونواب وكاتب ونائبه للمجموعه الجماعه الترابيه تضامن، وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى حنا لنا الشرف ديال الرئاسه ديال المجموعه، وهي تكليف ماشي تشريف، وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى باش يوفقنا. وكيف ما قلت وتنعاود نجدد هذه الكلمه هذه بلي اننا منفتحين على جميع الهيئات السياسيه وعلى الفاعلين الجمعويين داخل الاقليم ان شاء الله بحول الله، باش هذا المولود الجديد ان شاء الله بحول الله ينور يشوف النور ان شاء الله بحول الله بواحد الطريقه اللي تكون جديه ان شاء الله بحول الله، وداك الشيء اللي تيتمناه الساكنه ديال الاقليم ان شاء الله بحول الله نكونوا عند حسن الظن ديالهم. وشكرا.